إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. سارعوا، بداية الآية 133 من سورة آل عمران. سارعوا وسارعوا قراءتان، أمر بالمبادرة، البدار البدار، أمر بالتعجل، أمر بالتنافس الشريف نحو الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. سارعوا، من دلالات هذه اللفظة القرآنية أن حياة الإنسان قصيرة ولو طالت، فالحياة أقصر من أن نقصرها، وكل آت قريب. الحياة قصيرة والموت حق، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. سارعوا إلى مغفرة، إلى كل ما يؤدي إلى المغفرة، إلى كل ما يؤدي إلى اتباع الصراط المستقيم، الطريق الآمنة التي توصل الإنسان المؤمن إلى الله عز وجل ويكون من الفائزين ولا يكون من النادمين. سارعوا إلى مغفرة، والآيات كثيرة التي تدعون إلى المسارعة، يسارعون في الخيرات. نقرأ في سورة البقرة الاستباق في الآية 148، فاستبقوا الخيرات. نقرأ في سورة المائدة الآية 48، فاستبقوا الخيرات. إذن هذه الآيات تدفعنا جميعا إلى المسارعة، إلى الاستباق نحو الخيرات. لما؟ لأن الحياة قصيرة ولو طالت، فإذا أحسننا استثمار أعمارنا، لأن أعمارنا تتشكل من الأوقات، أوقاتنا أعمارنا، أعمارنا أوقاتنا، والوقت هو الحياة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الوصف الجميل الجليل لا يأتي إلا من الخالق جل جلاله، هذا الوصف الذي يزرع الأمل في قلوبنا، ولكن يزرع الأمل الذي يدفعنا إلى العمل. لأن الحياة ألم، فيها آلام لا نحصيها عددا، الحياة ألم يخفيه أمل وعمل يحققه، وأمل يحققه عمل، وعمل
يفنيه أجل وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا هو مآل المتقين، والتقوى رأس الأمر كله. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآيات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا مآل المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ومن المستغفرين. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم يقول ربنا جل جلاله: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه بعض صفات المتقين الذين يعلمون يقيناً أن هذه الأرزاق التي بين أيديهم من الله، فهم يعلمون علم اليقين أن ملكيتهم للأرزاق ليست ملكية مطلقة، بل هي ملكية استخلاف وإنابة وتفويض، لقوله تعالى في سورة الحديد في الآية السابعة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبعد ذلك علمنا الله عز وجل أن ملكيتنا للمال ملكية مؤقتة، سنموت يوما وتؤول هذه الممتلكات التي أصبحت ميراثا ستؤول إلى الورثة، والورثة أيضاً يمتلكونها مؤقتاً ثم يموتون. وهكذا كما قال ربنا عز وجل في سورة النساء بدءاً من الآية السابعة وما بعدها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً، إلى أن يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي سورة الحديد الآية العاشرة ربنا يقول: ولله ميراث السماوات والأرض. إذن فهمنا ما معنى المال وما معنى الرزق وكيف نتعامل مع الأرزاق، وأمرنا بنص الكتاب أن ننفق هذا المال الذي نحن مستخلفون فيه. ربنا يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هذا وصف آخر، وصف تربوي ينبئنا عن الخلق الرفيع الذي يتمتع به المتقون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري الذي أخرجه في الأدب المفرد رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية البخاري في الأدب المفرد، والرواية الأخرى المشهورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لنعلم علم اليقين أن كظم الغيظ من حسن الخلق. ربنا لم يقل والفاقدين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه درجة عليا يرتقي إليها أولو النهى
أصحاب الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العزمات. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، كما قال المتنبي: والعافين عن الناس. ما أجمل أن يرقى الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع، حيث يعفو حينما يكون قادراً. ولكن العفو عند المقدرة هذه درجة سامقة يرتقي إليها أهل التقى. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه درجة عالية جداً. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإنسان إحسان، والله يحب المحسنين. ما أجمل أن يرقى الإنسان إلى هذا المستوى، حيث يكون مستحقاً لمحبة الله جل جلاله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انظرنا جميعا بعين رحمتك. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم إن نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وتوفنا مع الأبرار، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.